كيبقى يشوفوك يحاولوا يعرفوا واش انا كندير شي بروتين ولا كندير شي حاجه. كيسولوني كنقول لهم لا انا كنتريني ناتيرال ما كندير حتى شي حاجه. كنشوف انا ناس في السن ديالي كيشكيو كيضرهم ظهرهم كيضرهم هادي، انا كنبقى نستغرب. انا دائما نشيط، كنتريني كندوش كنخرج القهوه كنشرب القهوه ديالي وانا بواحد المتعه وواحد الراحه شامله. انا ملي كانت عندي 25 سنه كنت بعض المرات كنطالع بعض الكتب فيهم هذوك لي زاتليت، ديك اللياقه وديك الصحه وديك هذا، وكنبقى معجب بهذوك السوار. قلت انا خصني نمارس هاد ميسكيلاسيون. دابا في لاصال كيترينيو معايا بزاف ديال لي جون كيتقربوا ليا، كيقول لي الوالد الله يرضيك ورينا، بغيت تورينا شويه كيفاش هادي كدار كيفاش. كنبقى نوريهم كيسولوني وزعما لاج ما كتحس لها، لا ما كنحس لها بالسخفه لا بالدخان. وكنهز انا حديده مثلا فيها 80 كيلو ولا لا، وانا تايق في نفسي وهزه وانا فيها. وهذا الشيء دابا استمرت فيه 38 عام، شي ولا عندي عادي بحال واحد الانسان كيدخل يدير شي حاجه كيديرها يوميا باش نكسب الصحه ديالي وباش نبقى واقف يعني مع الوليدات ديالي، وبان حتى هما رياضيين وكيشوفوا باهم رياضي. انا ولادي دابا اوتوماتيك كلهم ديزاتليت، لان علاش من نهار حلوا عينيهم ما كيشوفوا باهم كيتريني. لي صال دو ميسكيلاسيون فيهم كلهم المرايات كيبدا يبان لك شهر على شهر بانك تغير فيك شي حاجه، ان البيسيبس كيزداد، اما لا بواترين كتهدا، سي اوتوماتيك كيبقى عندك حب لهذاك الرياضه وكيبطا عليك عين تجي لاصال. الرياضه شي حاجه مقدسه لا تعوض بثمن، ستان بيجو. ديابيت اكتشفتو هذه 20 سنه، واحد المره كتحسيت شويه ديال العيا وهذه، وانا نقول ندير لي زاناليز. قال لي الطبيب راه فيك السكر. قلت له ويلي انا كندير الرياضه هذه سنين. قال لي يقدر يكون عندك وراثي. وليت كنتعايش معاه ولا عندي عاد، ما كيجيني لا فيرتيج لا دوخه لا عيا لا والو، ما عمري غنحبس وما عنديش علاش غنحبسها. مادام انا باقي حي وباقي تنقدر نمشي للبصر وتنتريني والمجهود تيجيني عادي، علاش غادي نحبس شي حاجه اللي ولات في الدم.